باشمهندس اشرح لي كده النهاردة واحنا داخلين اهو من نموذج في باب ازاز، بعدين بتبدأ تدخل العمارة في اسانسير مثلا، يعني اشرح لي بالتفصيل. لا احنا عندنا طبعا لو اتكلمنا بقى على البيلدينج نفسه او على المبنى نفسه، المبنى نفسه مدروس خطوة خطوة بكل تفاصيله دراسة جيدة جدا. لو تلاحظي ان انا الكومباوند نفسه بنسميه هانديكاب فريندلي، هتلاقي ان انا موفر غير السلم في جزء الرامب الخاص بالهانديكاب، او لو حد مثلا معاه شنط او كلام من ده، الكلام ده مدروس دراسه جيده جدا. لو دخلنا على المدخل هتلاقي ان هو كانتيريور ديزاين وك دراسه انا شايفه انتوا عاملين لايتنج حلو قوي في المدخل. بالظبط، في دايركت وان دايركت لايتنج، هتلاقي ان هو نفس الديكور الداخلي بتاع المدخل نفسه مدروس دراسة جيدة جدا، وفي يعني زي لوحة بانوراميك كده، دي لوحة يعني عايز اقول لك كاستم ميد، دي معمولة مخصوص لمشروع باتر هوم. كل عمارة فيها 2 اسانسير، كل عمارة كل دور فيه 6 شقق، كل دور فيه 6 شقق، كل دور طبعا احنا بنسلم الشقق زي نفس الكونسيبت بتاع باتر هوم بوجه عام، ان احنا بنسلم الوحدات بتاعتنا كورنشيل، يعني يعتبر زي نص تشطيب، مع ان احنا بنوفر للعميل مقايسه متكامله في حاله ما العميل يرغب ان هو يشطب من خلال باتر هوم، طبعا ده من خلال شركه الاداره. اتفضل باشمهندس. انا النهارده يعني ايه كعميل، ايه اللي يخليني اجي اشطب من خلال باتر هوم؟ ايه المميزات او ايه الفرق؟ بصي، انا كباتر هوم اولا انا بعرض عليه نماذج للتشطيب، أنا عارف الخامات المتوفرة في السوق، أنا عارف أجيب الخامات إزاي بأسعار مناسبة، لأن طبعا لما بتجيبي الخامات بسكيل كبير شوية بيختلف عن أن العميل يجيبها لوحده منفرد، فأنا بوجع عام أنا بوفر له الخامة غالبا بسعر أرخص كتير قوي من أن هو يشطب بنفسه يعني. فأنت تشطب لي بسعر أرخص بكتير من ما أنا أشطب لنفسي. بالزبط. من بر بالزبط. في نفس الوقت أنا كمان بضمن الكوردينيشن او الحته اللي احنا اتكلمنا فيها، ودي حته حساسه جدا اتكلمنا فيها قبل كده في فيلا وفي سولو، ان انا بيبقى عندي عميل ساكن وعميل تاني بيشطب، ازاي اعرف اربط العلاقه دي ما بين الاثنين من ناحيه الخصوصيه ومن ناحيه الامان ومن ناحيه ان انا اقدر العميل يشطب وفي نفس الوقت ايجاره ما يحصلوش اي ازعاج او كلام من ده. فدي احنا بنقدر نعملها من خلال لما بشطب مجموعه اكبر من الوحدات السكنيه، طبعا وان شوت يعني بيبقى افضل كتير. لو دخلنا العماره بقى من جوه هتشوفي ان كل دور متوفر فيه كل السيستمز اللي يحتاجها العميل في الشقه بتاعته وفي العماره نفسها، في سيستم مقاومه الحريق ده في كل الادوار، في عندي سيستم طبعا اللي هو الجاربيت شوت بنسميه او الويست مانجمنت في كل دور، في عندي كمان الدور البدروم احنا بنوفر فيه سيستم اللي هو ازاي اتخلص من عوادم السيارات من خلال سيستم اوتوميتد بيحصل فيه زي ساكشن لعوادم السيارات من البدروم بتطلع لغايه دور الروف فوق. بالإضافة إلى أن أنا بستخدم خامات في كل الانفراستراكشر أو كل البنية التحتية بتاعة العمارات بتاعتي، أعلى خامات وأعلى مواصفات موجودة في السوق المحلي وغير السوق المحلي، من لوحات كهرباء، من كابلات، من حتى خامات تشطيب هتشوفوها بنفسكم كأرضيات أو مصاعد أو تجاليد أو إضاءة. الحقيقه وده كان تشالنج بالنسبه لباتر هوم، لان حضرتك عارفه ان معظم التعاقدات بتاعه الوحدات دي كانت يمكن من سنتين او اكتر قبل كل الديفالويشنز او قبل كل زيادات في الاسعار، لكن طبعا كباتر هوم احنا اصرينا ان احنا نحافظ على المواصفات اللي تم الاتفاق عليها والتعاقد عليها مع العميل، علشان في النهايه ده برضو الاسم بتاع باتر هوم. صحيح، انتوا النهارده بتبنوا اسم على الارض. بالظبط. طيب خلينا ننقل بقى ونتكلم على الخدمات، يعني النهارده بقى احنا هنشوف خدمات ايه في المشروع. بصي زي ما قلت لك، ميد تاون كوندو وميد تاون سكاي سكيل مختلف عن ميد تاون فيلا وميد تاون سولو. هنا بنتكلم على زي ما قلت لك اكتر من 2500 وحده سكنيه، يعني 2500 اسره. فانا هنا بوفر لهم اكتر من يمكن 25 منطقة ترفيهية. المنطقة الترفيهية دي معناها عندي مناطق خضراء، عندي نافورات، عندي حمامات سباحة، عندي مناطق للباربيكيو والسايكلينج والبايكينج،
اللي هي يسمح للساكن ساكن الكومباوند انه يستمتع بكل مكان في الكومباوند، بالاضافه الى عندي منطقه انترتينمنت او منطقه ترفيه مركزيه في لوكيشن معين في الكومباوند. ده في زي مسرح روماني، وفي زي نافوره راقصه دانسينج فاونتن. دي منطقه للتجمع لسكان الكومباوند كله في مناطق بقى او في اوكيشنز معينه او في مناسبات معينه، يعني بيتعمل فيه حفلات وما شابه. يعني عندنا كمان مول، يعني يمكن انا قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان احنا من سمات الكومباوندز فيتر هوم ان كل الكومباوندز بيبقى فيها مولز. المول ده بيخدم ساكن الكومباوند وخارج الكومباوند. بس طبعا هنا عشان السكيل كبير فانت بتتكلمي على مول 10,000 متر مسطح، في حوالي يمكن 300 محل تجاري وسينمات وكل الفاسيليتيز اللي ممكن تخدم سكان الكومباوند ومخارج الكومباوند كمان. طب خلينا ناخد جوله مع بعض كده، ايه رايك؟ اتفضلي. يلا طبعاً. بينا. اهلا بيك. باشمهندس، احنا شفنا معاك نموذج العمارات ده، بصراحة شكله جميل جدا، بس عايز اسأل حضرتك، هل النماذج كلها العمارات كلها زي بعض ولا في اختلاف؟ لا، في اختلاف طبعا يا رانيا. احنا بنتكلم على عندنا 5 نماذج من العمارات. كل نموذج فيه زي ما قلت لك احنا عندنا 2 bedrooms 3 bedrooms 4 bedrooms، فكل نموذج بيحتوي على، ممكن يكون نموذج بيحتوي كله على 2 bedrooms، ممكن نموذج تاني بيحتوي على 3 bedrooms وهكذا. يعني هنا مثلا 135 متر النماذج الشقق كلها مثلا يعني العماره اللي احنا واقفين عندها دي كلها 3 بيدرومز، يعني دي ممكن تتراوح ما بين 200 او حاجه اشبه بكده يعني. بالذات كمان اليونتس اللي هي في الكورنرز بتبقى اكبر شويه، يعني اليونتس اللي في الكورنرز تحديدا انت بتتكلمي ان هي بتاخد وجهتين، الواجهه الاماميه طبعا احنا عندنا دي كل دي مميزه بقى. دي مميزه شويه، يعني دي مميزه شويه طبعا. ودي بتاخد الواجهتين. احنا طبعا كل عماره او كل كلاستر عمارات بيبقى من ناحيه اللي هي المناطق الترفيهيه اللي هي زي ما قلت لك الحدائق والنافورات والحمامات السباحه، وبيبقى من الجهه الاخرى الشوارع اللي هي بتوصل للرامبات بتاعه الجراجات السفليه. انا شايفه في مساحه ما بين العماره والثانيه. بالظبط. دي من ضمن بقى الكونسبت بتاعتنا، زي ما قلت لك احنا عندنا 22% فقط مساحه بنائيه، فزي ما انت شايفه كده احنا موفرين المسافه اللي ما بين العمارات بتتراوح ما بين 15 ل 35 متر، ودي طبعا دي مش هتلاقيها في اي حته. المساحه دي ان شاء الله لما تيجي تزورينا بعد كام شهر باذن الله هتلاقيها عباره عن لاندسكيب ومناطق خضراء ومناطق للترفيه، بتكمل الصوره بتاعه الكومباوند والشغل والمجهود المعمول في البيلدينجز نفسها. يعني الشركه هتسلم للعملاء الوحدات بتاعتهم اخر السنه دي ان شاء الله. احنا اخر السنه دي نبتدي نسلم عملاء، وبالتوازي ما احنا بدانا الحمد لله نشتغل في شبكات الانفرا ستراكشر الداخليه واللاندسكيب. مزمع ان شاء الله ان احنا في خلال سنه او حاجه يكون الكومباوند كامل مسلمين عملاء، وطبعا زي ما قلت لك ان احنا على استعداد ان احنا بنساعد العميل في ان هو يشطب الشقه بتاعته. فان شاء الله باذن الله البلان ان احنا يعني قبل ما يعدي سنه يكون في حياه وفي نشاط في الكومباوند.